رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا ارتدم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا ارتدم. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان زمان النفحات، رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بمولاها. رمضان زمان الأفراح، رمضان منار الإصلاح، رمضان زمان الإصلاح لدنيا الناس وأخراها. رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط، فعسى من عفو الله عطى لقلوب الأمة. هو خير الخلق وأحلاها، وأبي بكر بخلافته قد زان الأرض وحلاها، وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها، وعلي الكرام أبي الكرم وكذا زهرات.